التعاون ما بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. هبدأ ده الأول بماتش الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك اللي هينوروا ويزينوا موسم الرياض. والماتش هيتعمل بتنظيم وتنسيق إن شاء الله يعني ولا أروع زي ما بيتقال كده، يليق بحجم الأهلي والزمالك. أنا ممكن أزيدك أكتر من الشعر بيت إنه هيبقى في استوديو تحليلي عظيم ورائع وكبير وهام كمجرة العادة، هيبقى في تغطية رهيبة على هذا أو على هذه المباراة إلى آخره، وهي شكل من أشكال التعاون، ده شكل من أشكال التعاون ما بين المتحدة شركتنا وما بين هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. هل هو ده بس التعاون اللي هيحصل في مجال الرياضة وكرة القدم؟ أنا بقول لك لأ، ده كده إيه البداية. فالبداية جت بالجوهرتين، الزمالك والأهلي. معانا على التليفون صحفي الرياضي البارز والمرموق أستاذ محمد عراقي، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، ومنور الدنيا كالعادة، وأهلا بكل المشاهدين. ده منورة بيك يا عراقي. كلمني على الماتش الاهلي والزمالك اللي هينوروا موسم الرياض. يعني هو في الاول يعني مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه دايما كده ديربي من الدربيات الكبيره، وكلاسيكو من الكلاسيكو طبعا الكبير جدا في العالم طبعا، وده اصبح بالدليل القاطع، ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لبعض. النهارده لما يجي النهارده دوله زي السعوديه تطلب ان هي تستضيف طبعا كلاسيكو الاهلي والزمالك في السعوديه في موسم الرياض طبعا اللي هم اكيد مهتمين بيه بشكل كبير، زينا بالظبط بقى زي اسبانيا لما ريال مدريد وبرشلونه بيطلعوا يلعبوا في الخليج او بيطلعوا يلعبوا في دوله خليجيه، او مثلا حتى في ايطاليا لما برضو نهائي الكاس ايطاليا بتلعب بره. فاحنا مصر زينا زي الدول دي في الكوره، انا بتكلم طبعا على مستوى الكوره دلوقتي. كلاسيكو الاهلي والزمالك لا يقل عن كل المباريات الكبيره اللي في العالم ديت. طبعا التعاون اكيد هيكون تعاون مثمر بشكل كبير، وكلام حضرتك مظبوط جدا. قصه كاس مصر ما هي الا بدايه، اللي جاي هيكون كبير جدا جدا، وهيكون في تعاون مشترك بشكل كبير. انا بتكلم طبعا على المجال الرياضي، ولكن هي صدفت طبعا ان الكاس خلاص قريب، فبالتالي تم الموافقه طبعا على لعب مباراه الكاس في موسم الرياض في السعوديه باذن الله. من المنتظر زي ما حضرتك قلت ان هيكون في مفاجات كتير، وفقا طبعا لتاكيدات الشركه المتحده وهيئه الترفيه اللي اصدروا طبعا بيان مشترك وقالوا فيه التفاصيل اللي هتبقى خاصه بالمباراه لحد دلوقتي. من المنتظر كمان يعني زي ما قالوا ان هيبقى في مخرج عالمي، هو المخرج بتاع نهائي كاس العالم، هو اللي هيكون باخراج المباراه. زي ما حضرتك برضو تفضلت وكلمت في قصه الاستوديو، من المنتظر برضو انه يكون في استوديو على اعلى مستوى، استوديو مشترك طبعا بيننا وبين دوله السعوديه الشقيقه. المباراه كمان في ملعب طبعا ملعب كبير، ملعب الاتحاد طبعا كلنا عارفينه، ملعب من الملاعب الكبيره جدا والملاعب المحترمه جدا جدا. احنا كمان بنخاطب يعني 3 مليون مصري متواجدين في السعوديه، المفروض ان هم هيكونوا في اشد الشوق بصراحه. المباراه شبه كده يعني ما فيش مباراه اقيمت في السعوديه بقى لنا فترات كبيره، فبالتالي اكيد ال 3 مليون مصري دول متشوقين بشكل كبير للتواجد في المباراه. والله لو عاوز الحق عراقي مش بس ال 3 مليون مصري، يعني انا اعلم جيدا انه الجمهور السعودي بيحب ماتشات الاهلي والزمالك. يعني طبعا يعني على الاقل على صعيد المهنه وليد الفراج انا ادفع نص عمري انه اهلاوي، يعني عندما يشجع ناديا مصريا شكله كده اهلاوي. هو اهلاوي فعلا، انت اهلاوي يا وليد واحنا كلنا عارفين. لا هو اعلن قبل كده واكد ان هو اهلاوي. طبعا اكيد كلام حضرتك مظبوط، اكيد ان برضو اشقائنا طبعا في السعوديه اكيد مهتمين بالمباراه دي بشكل كبير. الاهلي والزمالك مش كلاسيكو بتاع مصر بس، اعتقد ان هو كلاسيكو العرب كلهم مش المصريين بس، ولكن يعني انا بتكلم ان 3 مليون مصري هناك اكيد هتلاقي عدد كبير جدا حابب ان هو يتواجد في المباراه. وانا باكد لك من دلوقتي اهو، يعني ده مش خبر وده، لكن ده معلومه اكيده ان الملعب هيكون على اخره، والملعب يكون مكتمل على اخره ان شاء الله باذن الله في المباراه. في مفاجات كتير منتظره، في مكافئات كبيره، في طبعا للفايز والفريق حتى الخاسر، يعني هيبقى في يعني مهرجان كبير جدا جدا زي ما طبعا اتقال. لسه في حاجات هيتم الاعلان عنها تواليا خلال الايام القادمه باذن الله، ولكن يمكن ايه اتحاد الكوره كان مشغول شويه بقصه كابتن حسام، وطبعا حضرتك عارف ان بكره المؤتمر بتاع تقديم كابتن حسام حسن ان شاء الله. بعد المؤتمر بقى هيتم الاعلان من الشركه المتحده واتحاد الكوره، هيكون في اعلان عن مفاجات كتير جدا جدا خاصه بالمباراه، عائد مادي كبير جدا دخل برضو لاتحاد الكوره من المباراه. اعتقد ان هو تسويق محترم من الشركه المتحده وتعاون كبير جدا بين دولتين كبار زي مصر والسعوديه. ما تقول لي اسرار من اللي انت عارفها يا عراقي. في ايه بالظبط يا يوسف؟ في اللي انت عارفه.
زي ما يطلع اللي يعني تجود بيه يا عم عراقي. يعني خلينا نتكلم ان الفتره ديت يعني الحمد لله الوضع الرياضي بجد يعني الحمد لله. طبعا اكيد بعد حزننا الشديد جدا على خروج منتخبنا من بطوله كاس افريقيا بالشكل دوت، ولكن طبعا من بعدها وبعد تعيين كابتن حسام حسن يعني في القطاع الاكبر يعني بيرحب طبعا بالخطوه ديت وعوده المدرب المصري. وخلينا نتكلم حتى الناس اللي هم مختلفين على الخطوه، خلينا نقول ان اخر تجارب ناجحه واخر مدربين قدروا يعملوا انجازات للكره المصريه كانوا مدربين محليين. يعني بنتكلم مثلا في كابتن محمود الجوهري، لما طبعا بنتكلم في كابتن حسن شحاته، طبعا طبعا هيكتور كوبر ما حدش ينكر طبعا ان هو قدر ان هو يصعد لكاس العالم، ولكن الانجازات الكبيره والانجازات والناس اللي كملت ومسكت المنتخب لفترات طويله كانوا كلهم مصريين. وخلينا نبص كمان حتى للصعيد الافريقي، يعني اليو سيسي في السنغال وليد الاجراجي في المغرب، صح. كل النجاحات الكبيره. يكفي ان في اخر مثلا 10 نسخ اخر 10 نسخ في بطوله كاس افريقيا اللي فاز بسبعه منهم مدربين وطنيين. خلي بالك اكيد انه حتى هيكتور كوبر يعني كان عشان بيحب الاكل المصري، ففي خلاص كده عنده حته كده بقت ماشيه جواه. ايوه كان بقى راجل مصري لطيف يعني. والله جدا جدا كان يعني راجل لطيف، لا وراجل ناجح بصراحه، يعني هو قوي راجل ناجح، حقيقه. وحتى بعد ما خرج من عندنا قدر ان هو يعني يعمل نجاحات كبيره وبيعمل نجاحات اخيره مع منتخب سوريا نجاحات محترمه. ولكن ان شاء الله باذن الله بكره يكون بقى في مؤتمر موسع لكابتن حسام حسن للاعلان طبعا عن جهازه المعاون، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن سعفران الصغير، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد عبد الواحد اللي تم تعيينه مؤخرا، كابتن وليد بدر المدير الاداري. كل الجهاز هيتم الاعلان بكره. وعايز اقول لك ان كل اعضاء مجلس الاداره باذن الله هيكونوا متواجدين، يعني ان شاء الله باذن الله تدعيم كابتن حسام. مفيش جدا اي مشكله، كلام كتير بيتقال ان في مشكله مع بعض الاعضاء، كان ده مش حقيقي تماما. حتى الاعضاء اللي تغيبوا بسبب المرض زي كابتن حازم او لظروف شخصيه زي كابتن بركات تواصلوا مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. وانا مش بقول لحضرتك كلام كده، انا كنت قاعد في الجلسه ديت، واكيد كابتن ابراهيم هيعمل معاك يعني مداخله او كابتن حسام بعد كده وهياكدوا لك الكلام اللي انا بقوله لك ده. فالعلاقه ايه خلاص. اللي دار في الجلسه دي؟ اللي دار في الجلسه ان كابتن حسام زي ما حضرتك عارف ان هو كان مسافر السعوديه، طبعا كان بيتفرج على البطوله الوديه، بعد كده سافر على ابيجان بدعوه من الاتحاد الافريقي طبعا لحضور نهائي كاس افريقيا. فمن ساعه تعيينه تقريبا ما عادش الا القعده الاولى وبعد كده سافر. فبالتالي كان في قعده موسعه بقى اول امبارح مع مسؤولين اتحاد الكوره واعضاء الجهاز المعاون بتاعه، بعدها طبعا تم توقيع العقود بشكل رسمي. وعايز اقول لك يعني في اكتر من حاجه يمكن اتكلموا فيها. انا عايز اقول لك كابتن حسام وكابتن ابراهيم رفضوا تماما فكره الحديث عن المقابل المادي، قالوا لاتحاد الكوره اللي انتم شايفينه حطوه، حتى اتحاد الكوره قال لهم هنحط لكم زي ما المدربين في مصر بياخدوا في الدوري المصري وزي اخر راتب كنتوا بتاخدوه في فيوتشر. الناس ما اعترضوش تماما يعني، والله بجد دي حاجه انا شفتها بعينيا. فده اللي بيفرق المدرب الوطني عن المدرب الاجنبي، بيبقى حاسس بالبلد، بيبقى هدفه فعلا هو المصلحه، هدفه فعلا هو اسعاد الشعب المصري، هدفه فعلا هو ان هو فعلا يرجع البلد او يرجع منتخبنا طبعا لمنصات التتويج، ما بيبقاش هدفه فكره الفلوس بس او فكره ان هو شغل بس. ودي حاجه ان شاء الله كنا مفتقدينها جدا جدا مع المدربين الاجانب الفتره اللي فاتت، مع الاحترام طبعا ليهم كلهم، ولكن ان شاء الله كلنا متفائلين بالخطوه دي، وكابتن حسام باذن يقدر الله يعني يعمل نجاحات كبيره خلال الفتره يا الجايه مع رب منتخبنا ان شاء الوطني. الله قدها وقدود. انا بشكرك جدا 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 محمد عراقي زميلنا والصحفي الرياضي البارز، شكرا جدا.